السلام عليكم واهلا بكم في عالم اماني. النهارده هنعمل بريل عالي الجوده في تنظيف المواعين، استنلس بقى والومنيا، كل حاجه عندك عاوزه تنظفيها. هنحط اضافات عاليه الجوده جدا، هتنظف معاكي بكل سهوله، هتخلي لك الدنيا زي الفل. وتحدي احلى صابون سائل هنعمله مع بعض ونسمي بسم الله، ويلا بينا نبدا طريقه الصابون. قبل ما نعرف الطريقة عايزة أشكر كل حبايبي الجداد معايا في القناة، شكرا على التعليقات الحلوة، شكرا على أنكم شرفتوني في قناتي، شكرا لكم بجد يا حبايبي، بتشجعوني وبتفرحوني. شايفين الرغوة عاملة ازاي بتاعت الصابون؟ لسه هنشوفها عملي، وهنشوف ازاي عملنا الرغوة الحلوة دي وهنختبرها كمان. أنا بس بوريكم منظر الرغوة، شايفين الجمال ده؟ البريل بتاع النهاردة بجد تحفة جدا يا جماعة. تسميه بقى فيري، تسميه بريل، تسميه منظف، تسميه باور، لانه بينظف كل حاجة وبيخلي الدنيا زي الفل. بوتجازك، شفاتك، كل حاجة عايزة تعمليها، السيراميك، كل حاجة عايزة تنظفيها. حلو جدا، يبان شفاف انما هو لزج وجميل وتقيل وحلو قوي. اكيد الصابون اللي بنشتريه ما بيكونش تقيل ولا مكلكع ولا مقلبز، لا، زي ما احنا شايفين كده قوام الصابون والبريل المظبوط، زي ما احنا شايفين كده الحلاوة. كمية موفرة جدا، كفاية ان انت هتعمليها بحاجات من البيت. ما تنسينيش حبيبتي في اللايك والاشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد من عالم امان. يلا نسمي الله ونبدأ الطريقة. اول حاجه معايا معلقه من البطاس، اللي هو البطاش، اللي هو الكترون، ليه اسامي كتير قوي، اكتبوا الاسامي واكتبوا البلد اللي انتوا منها. كل فيديو بقول كده، معلش سامحوني، انا عايزه اجمع كل الاسامي بتاعه البطاس، لان بجد كتير بيسالوني عن الاسم في بلدهم وساعات ما ببقاش عارفاه. زي ما احنا شايفين كده حطينا معلقه البطاطس في نص كوبايه من الميه، وقلب كويس قوي واسيبه يبرد، ودي خطوه مهمه قوي. شرط اساسي لازم يبرد البطاطس، ما ينفعش تحطيه على الصابون كده علشان ما تشتكيش بعد كده من الريحه اللي بتاعت الصابون ان هي مش لطيفه، او تشتكي كمان ان هو بيفصل معاكي، فخلي بالك ان انت تبردي الصابون. بعد كده هسيب بقى البطاطس يبرد براحته، وهحط لتر من الميه البارده عادي من الحنفيه مع معلقه من ملح الليمون بالشكل ده، وحطيت معلقه من الكربوناتو. بحب استخدم الكربوناتو جدا في الصابون السائل، لانه بيعادل البي اتش وما بيخليش الصابون حامي على ايديا، واقدر استحمله واعمل بيه اي حاجه. زي ما احنا شايفين كده دوبت كل المكونات، احط معلقه كبيره من السكر، السكر بيعلي الرغوة وكمان بديل الجليسرين في الصابون. وقلب قلب قلب قلب، لازم نقلب كويس، اوعي تزهقي، قلب قلب. حطيت نص كوباية من النشا، الكوباية المعيارية دي نص كوباية بالظبط من النشا، بتمليها بتبقى نص كوباية من النشا، تمام كده. عندنا فيديو الكوبايات المعيارية دي وشرحها بالتفصيل، للي حابب يتفرج عليه يقول لي في التعليقات وانا اكتب له اللينك. هقلب كويس جدا جدا حبيبتي. لو لسه معايا اوعي تنسيني في اللايك والاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك من عالم اماني كل فيديو جديد. دلوقتي انا حطيت البطاس اللي سبناه يبرد خالص لغاية ما تلج وكل الابخرة الدارة طلعت منه. اوعي تنسي تلبسي الجوانتي والكمامه وانت بتتعاملي لاول مره مع البطاطس، خصوصا اول مره، وكمان لو عندك حساسيه. باكد عليك يا حبيبتي عشان ما تضريش نفسك، ان شاء الله ما فيش ضرر ولا حاجه. ولو في طرطشه من البطاطس لا قدر الله، تقدري تشطفي ايدك بالخل مش بالميه، تمام كده. دلوقتي بعد ما حطيت البطاطس وبرد كويس جدا، سهل لي عمليه التصبن اللي انتوا شايفينها دلوقتي، وعمل لي احلى تكسبون واحلى سيليكات واحلى جل علشان اكمل بيه الصابون بتاعي. انا دلوقتي بزود الميه لترات بقى عدي، بصي يعني عايزه اقول لك هتعملي 5 لتر من ما فيش، زي ما احنا شايفين كده. في توفير اكتر من كده؟
ان شاء الله هيوفر معاكي وهيعجبك الصابون، وهتعملي لي لايك واحلى تعليق بيشجعني وبيفرحني في القناه. هحط كوبايه من الصابون السائل بالشكل ده، صابون السائل هنا انا جايباه من بره عشان الماده الحافظه، عشان الصابون ما يبص معايا، لان انا عامله مكونات طبيعيه فطبعا مهم. هحط بقى لون بالشكل ده علشان يديني لون حلو للصابون، وقلب قلب قلب. اللون ده مش عاجبني، حاساه فاتح شويه، هغمقه بلون تاني. ده برتقاني وده برتقاني، بس سبحان الله ده خفيف وده تقيل، فده تقل ده. ويلا بينا نحط شويه ونشوف اللون القمر اللي احنا عملناه النهارده بتاع البريلي، زي ما احنا شايفين كده. قلب قلب قلب، مش هحط تاني، حطيت نقطة وما خدتش اللي في الكوباية كله، يعني ما تحطيش اللون مرة واحدة، حطي نقطة وشوفي اللون اللي هيديهولك ايه. وبزود لسه المية، وهفضل اكمل كده لغاية ما يبقى معايا 5 لتر من الصابون الشفاف البريل التحفة ده. وهنشوف دلوقتي، هنختبر ازاي عملنا الرغوة. اوعي تروحي في اي حتة، كملي معايا لاخر الفيديو. الفيديو مفيد، بيبقى فيه معلومات حلوة، كلنا شاطرين وكلنا بنعمل كل حاجة، بس كل واحد بيبقى عنده برضو معلومة زيادة اكيد. زي ما احنا شايفين كده، اتفرجي بقى على القوام ده، شوفي الجمال ده واللون العسل ده، ترك الاثر في الطبق عامل ازاي جميل. بجد بفرح قوي قوي لما بعمل حاجة بحس ان هي هتوفر لحد او بتفيد حد، هتوفر لي انا نفسي وهتفيدني جدا. تعالي بقى نختبر الرغوة. شايفين التقل، الصابون مش خفيف يا جماعة، شايفين المنظر، الصابون ما بيدوبش في المية زي ما احنا شايفين كده. يا سلام على الرغوة. حطي كوبايتين صابون سائل، انا حطيت كوباية، انت تقدري تحطي كوبايتين، تقدري تحطي لتر كامل، يعني كيلو صابون زي ما تحبي خالص. اهو ده بيكتر ده وده بيتقل ده، وبيخلي بيعزز الرغوة جدا، وبيخلي النظافة عالية جدا والجودة عالية جدا. يعني لو عندك مشاية المطبخ عايزة تغسليها، اغسليها، بوتجازك، رخامتك، حوضك، مواعينك، الألمونيا اللي هتبقى زي القشطة، مفيش بعد كده كلام. شايفين بقى الجمال ده والرغوة والقمر ده، يستاهل لايك ولا ما يستاهلش؟ أحلى لايك واشتراك من حبايبي، وشكرا على احلى كلام بتقولهولي في التعليقات، بجد بيشجعني وبيفرحني جدا جدا، وبيخليني عايزه اعمل احسن حاجه عشان افيدكم بيها وافيد نفسي واقدمها لكم. شايفين الحلاوه دي، انا سايباكم تشوفوا المنظر والجمال. بصوا، ولا كانك شاريه من اجدع محل ومن اجدع شركه. وخلي بالك، عايزه اقول لحبيبتي اللي بتسالني على البطاس، البطاس يا حبيبتي بيتحط في كل المنظفات. احسن شركه، مش يعني مش عايزه اقول اسامي، اكبر شركه انت متخيلها انها اكبر شركه، ربنا يرزق الجميع طبعا، مدخل في المنظفات بتاعته بطاس. اقري كده مكونات الصابونه اللي انت بتشتريها، صابون الوش فيه بطاس، وان شاء الله لينا ميعاد مع الصابون هنعمله مع بعض. السلام عليكم.